السلام عليكم ورحمة الله أحبائنا وأعزائنا في كل مكان، مساء الورد عليكم جميعا. زراعة العدس، كيف نزرع العدس يا جماعة؟ بسم الله، موضوع سهل جدا وسريع زي ما حضراتكم شايفين. عملت حوض هنا تحت الكلمنتينة أو اليوسفي، وما شاء الله بعد حوالي 10-11 يوم يا جماعة هذا شكل العدس بعد زراعة الحبوب. موضوع سهل جدا، ما بياخدش معانا وقت، سهل الرعاية، موضوع التسميد والمية أسهل من السهولة. أوري حضراتكم الحوض الأول، عملت 3 خطوط زي ما حضراتكم شايفين، وما شاء الله انباته سريع جدا جدا ومفيد من كل النواحي. وهنتكلم دلوقتي الري، التسميد، موعد الزراعة، وإيش فايدة العدس مع بعض إن شاء الله. جيت هنا أنا زرعته بغرض أنه مستقبلا كمان يا جماعة بعد الحصاد بينفع كسماد رهيب جدا للتربة، ممتاز. فعملنا على سبيل المثال هنا خط زي الثلاث خطوط اللي انا عملته، ما هو طلع فيهم طبعا يا جماعة. الحاجات هذه حطيتها انا بس دعامات اللي هي الحجارة والاخشاب، عشان الكفر هذا لو حطيته لوحده ممكن ينام على الحاجات او تيجي قطة او شيء ينام عليه، فاحنا بس بندعمه باي حاجة عشان العصافير والقطط او اي شيء في الحديقة. للي ما يعرفش طبعا، اكيد كلنا عارفين العدس لازم تكون الحبايه كامله زي هذه، اللي هو احنا بنقول عليه في مصر عدس ابو جبه، اللي هو ابو جبه. نشوف مع بعض هذا شكل الحبوب. اكيد كلنا عارفين العدس ساعات بيكون مخضر وساعات بيكون اغمق من كده وساعات بيكون لونه زي هذا بني اهو. لازم تكون الحبايه كامله يا جماعه، ما ينفعش نجيب العدس الاصفر النص واحده، لازم تكون الحبوب كامله بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين. طيب موعد زراعته معانا شهر 11 و12، وطبعا الربيع مستحيل يكون وحش، يعني ممكن برضو خلال شهر 1 و2. هي زرعه شتويه بتحب يعني انها تزرع في اواخر الخريف مثلا، لكن لو هيئنا له الجو ممكن نزرعه في اوقات تانية، لكن افضل المواعيد معانا من الخريف لغاية الشتاء. وانا دلوقتي زرعته في الربيع وما شاء الله ما عاد سبحة الجذور والعرق، فيعني برضو انباته سريع جدا وما فيش اي مشاكل. قبل ما نزرعه مع بعض عملت خط واحد اهو، هنشوف مع بعض نتكلم ان شاء الله. بروي لما باجي اروي الكلمنتينة هنا الشجرة، بخلي المية تروح في الحوض تسقي معانا شوية الفول كله ظهر ما شاء الله، وتسقي معانا المكان هذا كله كل حوالي 4 أيام سقية. لكن طبعا أول ما زرعته خلال يعني الحين 11 يوم، في خلال أول يومين ثلاثة بيكون لسه ما أنبتش، فبنبدأ نرش عليه سقية غمر، وبعد كده كل يوم رشة بالبخاخ أو بالهذا اللي هو بيعمل المية نظام تنقيط مع بعضيها طول ما هو ما نبتش. بعد كده هنبدأ نشوف إن التربة بدأت تفتح معانا وتشقق عايزة تطلع، نبدأ إن إيه نسقي بطريقة مختلفة عشان ما نيمش، يعني ما نسقيش غمر اللي هي تنيم الحبوب اللي لسه منبتة معانا. بعد كده بنبدأ نخف السقي، بنخليه كل أسبوع مرة، ويعني نسبة وتناسب. محصول العدس يا جماعة بياخد معانا حوالي 4 شهور، هنسمده كل حوالي شهر مرة، يا إما عنا NPK، يا إما عنا مثلا لو مخلفات طيور خفيفة خالص وإحنا بنسقي بنخليها مخمرة أو بدون تخمير نرميها رمي من تحت. المحاليل ممتازة جدا ممكن تفيدنا، سواء محلول موز أو رز، الحاجات هذه مفيدة برضو ممكن لو ما عندناش أي أسمدة. لكن بينصح طبعا NPK أو إن إحنا نديله مخلفات خفيف، لأن هو جماعة سماد، هو أصلا العدس عامل زي الحلبة والترمس، حاجات كتيرة شبيهة لي اللي هي أصلا إحنا ممكن بعد الحصاد أو ممكن مستقبلا نحرسها ونعزجها مع التربة، بتبقى تربة خصبة جدا ومفيدة، وهو أصلا سماد. فعايزين نعرف إن إحنا مش هنسمده في البداية خالص، التربة تكون رملية أو طينية بس تكون سهلة التصريف. بعد كده معانا 4 شهور، كل شهر نديله سماد خفيف. طبعا يعني نبات بيحب الشمس، وطبعا مشهور جدا وذكر في حاجات كتير في القصص التاريخية وفي القرآن، مذكور في حاجات كتير من أيام سيدنا آدم، ومن أقدم البقوليات اللي عرفها الإنسان وبدأ يتعايش معاها. فبالتالي كده تكلمنا كيف نسقيه في الأول، وبعد كده نبدأ نخف السقاية. بياخد 3-4 شهور، حوالي 4 شهور، لغاية ما يبدأ يعمل معانا الجرون والبذور اللي نستخلصها. وهو أصلا سماد رائع جدا، وبنصحكم لو عندكم شجرة في الحديقة زي عندي كده ممكن نزرع خط تحت كل شجرة، ومستقبلا بعد الحصاد نحرسه وبفيد التربة بطريقة رهيبة. التسميد كل شهر زي ما قلنا، مواعيد الزراعة تكلمنا عنها، ما ينقصناش غير إن إحنا ممكن نجيب هنا
زي ما هوري حضراتكم دلوقتي بنجيب شوية ونبدأ نرميهم بكمية كبيرة في الحوض بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. بنيجي هنا برضو بنحط تاني، أنا شايف الكمية كده لخط واحد مناسبة جدا، وبنغطيها بالتربة بتاعتنا خفيف خفيف زي ما أنا عملت بالضبط في الباقيين. وسهولتها يا جماعة إنها ما بتاخدش وقت، يعني الموضوع سهل جدا. إن باتوا هتستنوا هتلاقوها يوم اتنين وعلى طول التربة بتبدأ إن شاء الله تشقق معانا، وبعدين يبدأ الإنبات بإذن الله. الموضوع أسهل من السهولة بس كده، عفوا على الإزعاج يا جماعة. خلاص، وبنغطيها بأي حاجة زي الشبكة اللي احنا عملناها هنا نفس النظام. ومعانا إن شاء الله فيديو مستقبلا خلال مثلا شهرين ونص ثلاثة بوري حضراتكم لما تبدأ تكبر معانا النبتة، عايزين نفصلها ونبعد عن بعض ومفيش مشاكل، عايزين نزرع خطوط برضو مفيد جدا. فبالتالي كده اتكلمنا عن كل حاجة تخص زراعة العدس. الموضوع أسهل من السهولة وزي ما حضراتكم شايفين، وقلت أشاركه مع حضراتكم. نتمنى دعم الاشتراك، يسعدنا وجودكم معنا في القناة جماعة الخير. إن شاء الله نشوفكم فيديوهات مستقبلية. أخوكم نعيم حجاب كان معكم بيمسي عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.